بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان، والسماء رفعها ووضع الميزان، ألا تطغوا في الميزان، وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ناظرین، سورہ نساء کے 20 رکوع مکمل ہو چکے ہیں، اب ہم سورہ نساء کا رکوع نمبر 21 شروع کر رہے ہیں، تو آئیے آپ بھی ہمارے ساتھ شامل ہو جائیے پڑھنے میں. یہاں سے سورہ نساء کا رکوع نمبر 21 شروع ہو رہا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انل منافقین ان المنافقین يخادعون الله يخادعون الله وهو خادعهم إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وَإِذَا قَامُوا وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس
يراؤون الناس ولا يذكرون الله ولا يذكرون الله إلا قليلا مذبذبين مذبذبين بين ذلك لا إله هؤلاء لا إله هؤلاء ولا إله هؤلاء جیسے میں نے ان کو لمبا کیا ہے یہاں سے یہاں تک ویسے ہی آپ نے ان کو لمبا کر کے پڑھنا ہے اس کو دوبارہ پھر سنیے لا الہ الا ولا الہ ومن يضلل الله ومن يضل ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا فلن تجد له سبيلا يا أيها الذين آمنوا لا تتخذ الذل لا تتخذ الكافرين أولياء من
عيون المؤمنين. من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا. اس لفظ کو ہم یہاں پہ پڑھ چکے ہیں، کرسر کا آپ کو نشان جہاں پہ نظر آ رہا ہے، اس لفظ کو ہم نے پہلے یہاں پڑھ لیا ہے، اب یہ دوسری مرتبہ آ رہا ہے. ان المنافقین، فی الدرک الدرکل اسفل فی الدرکل اسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله
وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما ما يفعل الله ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما وكان الله شاكرا عليما ناظرين یہاں پہ پارہ نمبر پانچ مکمل ہو گیا ہے رکوع نمبر اکیس ابھی چل رہا ہے رکوع نمبر اکیس کا جو بقیہ حصہ ہے وہ ہم چھٹے پارے میں ابھی پڑھیں گے ایک حصہ رکوع نمبر اکیس کا یہاں تک ہے دوسرا حصہ چھٹے پارے کے ابتدا میں آئے گا تو آپ اس کو اچھے طریقے سے سنیے اور یاد کرنے کی کوشش کریں اللہ رب العالمین ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام
ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون